السلام عليكم. راح نبدي المحاضرة الرابعة اللي تتعلق بتسمية المركبات الحلقية غير المتجانسة التي تحوي على ذرة نيتروجين. شرحنا بالمحاضرة الفاتت تسمية المركبات الحلقية التي تحوي على ذرة ذرات أكسجين وكبريت، وقلنا بذاك المحاضرة أنه إذا تواجدت النيتروجين سواء وياها أكسجين أو كبريت أو واحدة من عندهم أو ماكو موجودة، لازم نستخدم الجدول مالت النيتروجين. يمتى ما موجود النيتروجين وياها ذرة أخرى هترو أو ما وياها، لازم نستخدم جدول النيتروجين. فخلنا نبدي بسم الله. نبدي بتسمية هذا المركب. هذا المركب هو مركب حلقي غير متجانس يحتوي على ذرة نيتروجين بحلقة رباعية مشبعة. إذن احنا راح ناخذ اللاحقة مالة الرباعية المشبعة اللي هي إتيدين. المركب يحوي على ذرتين نيتروجين، فنحتاج الرقم. ترقيمنا من هذه النيتروجين إلى النيتروجين الأخرى ما يضر شيء، لأنه ما عندنا معوضات. لو كانت أكو معوضات لازم نراعيها بالتسمية، لازم نراعيها بالتسمية. فهسه نجي عندنا موقع واحد وثلاثة ذرتين نيتروجين، البادئة مات النيتروجين إيزا، فيصير داي اي زي. الاي راح تنحذف باعتبار انه اول حرف من اللاحقة عله، حرف عله، فلذلك فيصير زاي داي ازي ازي تي دين. المركب اسمه 1-3 داي ازي تي دين. هنا واحد يسأل دكتور شو ما خلينا اختزال، لأنه هذا المركب مشبع بالكامل، فلذلك احنا ما سمينا المركب وما اشرنا الى الذرات المختزلة. طيب هسه نجي خلينا نسمي الجزيئة الاخرى، جزيئة رقم 1، جزيئة رقم 2، نسمي جزيئة رقم 2. ما دام اكو آسرة مزدوجة داخل الحلقة، اذا نعتمد جدول الساتشوريتد، ما نعتمد جدول الانساتشوريتد. ما دام اكو آسرة مزدوجة داخل الحلقة، نعتمد جدول الساتشوريتد، ما نعتمد جدول الانساتشوريتد. طيب ايش قد حجم الحلقة؟ حجم الحلقة حلقة ثلاثية، اذا السفكس مالتها يصير IRINE إيرين. نبدي بترقيم الحلقة، نبدي من النيتروجين. هنا ترقيم ما عندنا مشكلة به، لأنه ما عندنا معوضات على ذرات الكربون. لو فرضا أكو معوضات لازم نذكرها. طيب ذرة النيتروجين هنا هل بها آسرة مزدوجة؟ لا. فلازم شنو نقول؟ 1H وراها البادئة مات النيتروجين AZ وياها IRINE. ليش قلنا 1H؟ لأن ذرة النيتروجين هي الذرة المختزلة في هذه الحلقة، ومثل ما قلنا سابقا لو كان عدد الذرات فردي لازم أراعي انه وحدة من الذرات تكون مختزلة، لو فرضا كانت نيتروجين، لو فرضا كانت كربون. اكو عندنا مثال اخر مشابه له، هي مثال رقم 4 ان شاء الله من راح نسميه، راح نشوف الفرق بالاسم ما بين هذا المركب وذاك المركب رقم 4. نجي الى المركب رقم 3. المركب مشبع بالكامل لان ما بي اي آسرة مزدوجة، فنعتمد جدول الساتشوريتد.
حجم الحلقة ثلاثية، فراح يصير عندنا البادية الإريدين، فاسم المركب يصير is iridine iridine. ما عندنا هنا واحد يقول عندنا ذرات مشبعة، نعم، لكن بسبب أنه المركب مشبع بشكل كامل ما نحتاج نذكر أي ذرة تكون مختزلة. خل نروح للمثال رقم 4 اللي هو مشابه بشكل كلش كبير إلى المثال رقم 2. هنا عندنا النيتروجين هي مشبعة بشكل كامل. قلنا الترقيم يبدي من الهيتروأتوم ويتجه باتجاه الذرة المختزلة، فلذلك راح لازم ترقيمنا يصير 1 2 3. هذه الحلقة حلقة ثلاثية غير مشبعة. ليش عرفناها غير مشبعة؟ لأن أكو آسرة مزدوجة داخل الحلقة. شون عرفناها غير مشبعة؟ لأنه أكو آسرة مزدوجة داخل الحلقة. فإذا نعتمد جدول الانساتشوريتد. شنو اسم المركب؟ أول شيء نذكر مكان الذرة المختزلة اللي هي ذرة رقم 2، فيصير 2H-. شنو الهيتروأتوم موجودة عندي هنا؟ هي النيتروجين، البادية مالتها AZ، الأي قلنا نحذفها باعتبار أنه وراها حرف علة. شنو اللاحقة مالتها؟ نفسها إيرين، فيصير 2H-. هنا إذا تلاحظون الفرق ما بين مركب رقم 2 ورقم 3، الاسم متطابق حرفيا لكن فقط الرقم اللي قبل الH هو متغير. يعني إحنا إذا ما راعينا الذرة المختزلة ما راح نعرف يا ذرة يعني ما نعرف وين المكان المختزل بالمركب. يعني هذا المركب هو أزرين وهذا المركب هم أزرين، بس الفرق أنه هنا قلنا 1H أزرين معناها ذرة النيتروجين هي المختزلة، بينما هنا 2H أزرين معناها ذرة الكربون رقم 2 هي الذرة المختزلة. وهذا الفرق الكبير ما بين باسم المركب، نفس المركب لكن اختلاف موقع الأسرة أدى إلى اختلاف ولو طفيف بالاسم. خلينا نسمي المركب الأخير الخامس. هذا المركب شنو اسمه؟ أول شيء هو حلقة خماسية، حلقة خماسية مشبعة. إذا نعتمد جدول المشبع، شنو اسم اللاحقة مالته؟ أوليدين. فش نقول عليه؟ إذا هذا نقول أزوليدين، هذا اسم الأيوبات مالته. اسمه الشائع هو بايروليدين. خلي نسمي المركب رقم 6 اسمه أزوليدين. ليش اسمه أزوليدين؟ لأنه اللاحقة مالته أزوليدين، لأن حلقة خماسية مشبعة، حلقة خماسية مشبعة، والبادئة مالته مشبعة بشكل تام، والبادئة مالته AZ لأنه AZ جاية من البادئة مالت النيتروجين. خلي نسمي هذا المركب. هنا عندنا الترقيم لازم يبدي من الكبريت ويتجه باتجاه النيتروجين. ليش؟ لأن الأولوية للكبريت وراء بالأولوية النيتروجين، فلازم الكبريت يبدي يصير أقل رقم ممكن وراء النيتروجين يكون أقل رقم ممكن. هل هذه الحلقة، ما هو صنف هذه الحلقة؟ صنف هذه الحلقة هي حلقة رباعية غير مشبعة. ليش عرفناها غير مشبعة؟ لأنه عندنا آسرة مزدوجة داخل الحلقة. فإذا نبدي وين مكان الكبريت؟ مكان رقم 1. النيتروجين وين موجود؟ بمكان رقم 2. نبدي شنو البادئة مال الكبريت؟
THI THI ليش ما ذكرنا الـ A بنهايتها؟ لأنه البادئة مالت النيتروجين تبدي بالـ A فراح يصير ثا AZ تشير إلى البادئة مالت النيتروجين والرباعية غير المشبعة هي ETE فيصير هنا عندنا نسينا فد شغلة اللي هي شنو ذرة رقم 2 هي ذرة مختزلة فلازم نذكر فإذا هذا الاسم يكون نوعا ما خطأ لازم شنو نقول 2H بعدها 1 2 ثاي زيت ثاي زيت ليش الاسم عندنا خطأ؟ لأنه عندنا ذرة مختزلة ما ذكرنا وين مكانها فلازم يصير نذكر أنه 2H إذا ما ذكرنا 2H المركب يحتمل أكثر من احتمال احتمال النيتروجين احتمال واحدة من الكربونات هي المختزلة فلازم نذكر مكان الذرة المختزلة خل نسمي المركب هسه رقم 7 أو نرجع للمركب 6 الستة عندنا بي كبريت ونيتروجين فلازم الترقيم يبدي من رقم من الكبريت وينطلق باتجاه النيتروجين وين ما موجود النيتروجين الحلقة تكون حلقة رباعية غير مشبعة ليش عرفناها غير مشبعة لأن بيها عاصرة مزدوجة أيضا بنفس الوقت عندنا ذرة النيتروجين هي ذرة مختزلة شلون عرفناها مختزلة لأن ما بيها أي عاصرة مزدوجة فلازم أول ما نبدي نذكر مكان الذرة المختزلة شلون نذكر مكانها بأنه نذكر 2H بعدها داش النوبة 1 2 الواحد المن يشير إلى مكان ذرة الكبريت الاثنين المن يشير إلى مكان ذرة النيتروجين فيصير 1 2 ثايا زيت وبهذا احنا سميناه المركب بشكل صحيح خلنا نبدي هسه نسمي مركب رقم 7 مركب رقم 7 اسمه يكون اول شيء نبدي تسميتنا من ذرة الاكسجين وننطلق باتجاه النيتروجين هو مشبع بشكل كامل فما احتاج اذكر الذرات المختزلة شلون عرفنا مشبع بشكل كامل لان ما بي اي عاصرة مزدوجة فاذا نعتمد جدول المشبع بشكل كامل شنو اللاحقة مالته راح يصير اتيدين فيصير اسم المركب 1 2 داش او اكس او اكس منين اجت من الاكسجين بعدها اي زي منين اجت الاي زي من النيتروجين وشنو اللاحقة مالته يصير اي تي اي دي اي ان اي فيصير اسم المركب 1 2 اوكسا ازيتيدين 1 2 اوكسا زيتيدين اوكي خلينا ناخذ امثلة بعد على التسمية الذرات اللي موجودة بالنيتروجين خلينا نبدي هنا على المركب هذا نبدي رقم 8 9 10 11 المركب رقم 8 بمعوضين خارج الحلقة اللي هو مجموعة الهيدروكسل الكحول وأيضا مجموعة مجموعة الهاليد اللي هي الكلورو هنا نحن متفقين ترقيمنا يبدي من النيتروجين لكن هل يا ترى الأولوية للهيدروكسل على الكلور أو العكس بالتأكيد الأولوية للهيدروكسل للهيدروكسيل الكحول لأن هي مجموعة فعالة لها الأولوية على الهاليد فلذلك ترقيمنا لازم يراعي أنه مجموعة الكحول تأخذ أقل رقم ممكن بعد النيتروجين فيصير 1 2 3 4 5 ما يصير نقول
واحد اثنين، الكحول يصير الهاليد يصير رقم اثنين. ليش؟ لأن الكحول راح يصير رقمه كتسلسل رقم أربعة، وهذا الشيء ما يصير لأنه لازم يأخذ أقل رقم ممكن بعد يتبدى على الكلور، فيصير اسم المركب خمسة كلورو 1H باي رول. ليش قلنا 1H باي رول؟ لأنه ذرة النيتروجين رقم واحد هي الذرة المختزلة. شلون عرفناها مختزلة؟ لأن ما بيها آصرة مزدوجة. بعد ذلك داش 3OL، 3OL المنتر مس إلى أنه أكو مجموعة كحول في موقع رقم 3 في ذرة الكربون رقم 3. أعيد التسمية، ترقيمنا لازم يمشي باتجاه، يبدي بالنيتروجين ويتجه باتجاه الكحول لأن الكحول مجموعة لها أولوية، فراح يصير الترقيم 1 2 1 2 3 4 5. اسم المركب راح يصير 5 كلورو. بعدها راح نذكر الحلقة اللي هي 1H بايرول. ليش 1H؟ لأن ذرة النيتروجين رقم واحد هي الذرة المختزلة. بعد ذلك نذكر 3-OL، يعني موجودة مجموعة كحول في موقع رقم 3، كربون رقم 3. هسه خلينا نسمي المركب رقم 9. هذا المركب هو حلقة سباعية غير مشبعة. ليش غير مشبعة؟ لأنه بها أواصر مزدوجة. لو عندنا آصرة وحدة مزدوجة داخل الحلقة نعتبر المركب غير مشبع. لو ماكو ولا آصرة مزدوجة لله نقدر نعتبر المركب مشبع. طيب عدد فردي مثل ما قلنا سابقا، مدام أكو عدد فردي إذا لازم أكو ذرة مختزلة. يا ذرة مختزلة عندنا هنا ذرة النيتروجين رقم واحد. ليش ذرة النيتروجين رقم واحد؟ لأن ما بيها أي آصرة مزدوجة. نرجع، هذا المركب هي حلقة سباعية غير مشبعة. شون عرفناها حلقة سباعية؟ لأن تتكون من 7 ذرات. شون عرفناها غير مشبعة؟ لأن بيها أواصر مزدوجة. مثل ما قلنا سابقا، لو كان عدد الذرات فردي إذا لازم أكو عندنا ذرة تكون مختزلة. ما يصير عدد فردي وكلها بها أواصر مزدوجة. انباوع لهذا المركب نشوف ذرة النيتروجين هي الذرة الوحيدة اللي ما بها أي آصرة مزدوجة. إذا من نسمي لازم الراعي أن لازم نذكر أنه أكو وحدة من الذرات تكون مختزلة. فش يصير اسم المركب 1H؟ شنو تقول 1H؟ شنو ترمز ال 1H؟ ترمز إلى أنه عندنا ذرة النيتروجين رقم واحد هي الذرة المختزلة داش. شنو البادئة مات المركب؟ AZ. ليش AZ؟ لأنه أكو نيتروجين وبادئة النيتروجين هي AZ. وبالنسبة للسباعي الغير مشبع يصير EPIN، فيصير اسم المركب EPINE، فيصير المركب 1H-azepine. ليش 1H؟ لأنه ذرة النيتروجين رقم واحد هي الذرة المختزلة في هذا المركب. طيب خلي نسمي المركب رقم 10. أول شيء المركب 10 هو حلقة سباعية غير مشبعة. شلون عرفناها غير مشبعة؟ لأنه بها أواصر مزدوجة. هنا عندنا احتماليتين للترقيم، يا إما نرقم 1 2 3 4 5 6 7، أو نرقم 1 2 3 4 5 6 7.
خلينا نجي على القواعد مالتنا. ذرة النيتروجين بالترقيمين خذت 1، اذا ما عندنا مشكلة. المجموعة المختزلة وين عندنا الذرات المختزلة؟ ذرة النيتروجين تكون مختزلة، وايضا ذرات الكربون 4 و5 بالترقيمين، سواء بالترقيم اللي باللون الاحمر او الترقيم اللي باللون الازرق، هم اثنيناتهم يكونون مختزلة. ذرة الكربون مختزلة، ليش عرفناها مختزلة؟ لانه ما بهم اواصر مزدوجة داخل الحلقة. اذا انا جاي اشوف هسه الترقيم اللي باللون الاحمر والترقيم اللي باللون الازرق متشابهات من حيث مراعاة الذرة الغير متجانسة اللي هي النيتروجين، ومراعاة الذرات المختزلة اللي هم ذرات الكربون 4 و5. لكن الفرق بالترقيم اللي باللون الأحمر، مجموع المعوضات الخارجية اللي هم مجاميع مثل راح يأخذون 2 و4، بينما الترقيم اللي باللون الأزرق راح يأخذون رقم 5 و7. إذن هنا الأفضلية للترقيم اللي باللون الأحمر، ليش؟ لأن المعوضات الخارجية أخذت أقل رقم ممكن، مع مراعاة أنه الذرة الغير متجانسة أخذت رقم قليل والذرات المختزلة أخذت رقم قليل. فإذا شنو يصير اسم المركب هذا؟ يصير 2,4-dimethyl. ليش قلنا 2 و4؟ لأن المثل موجودات حسب الترقيم اللي باللون الأحمر موجودات بالموقع رقم 2 ورقم 4 مجموعتين، فلازم نذكر داي، لازم نذكر داي لأن أكو مجموعتين مثل موجودة بهذه الحلقة. بعدها بعد ما ذكرنا المعوضات الخارجية نروح للمعوضات اللي داخل الحلقة. شنو عندنا داخل الحلقة؟ عندنا بداخل الحلقة 4,5-dihydro. منين اجت 4-5؟ لان ذرة الكربون رقم 4 وذرة الكربون رقم 5 هي ذرات مختزلة، فنقول له dihydro. هل عندنا بعد ذرة مختزلة اخرى؟ نعم، هي ذرة النيتروجين، فشنقول -1H. هسه يلا نذكر البادية مالت النيتروجين اللي هي AZEEPINE. الEPINE هي اللاحقة للمركبات السباعية غير المتجانسة. هسه أرجع أو أسمي المركب بشكل بسيط أو أعيد العملية من الصفر. هذا المركب اللي أنا جاي أشوفه قبالي هو حلقة سباعية غير متشبعة. شلون عرفتها حلقة سباعية غير متشبعة؟ لأن بها سبع متكونة من 7 ذرات وبها أواصر مزدوجة، سواء أواصر مزدوجة بشكل كامل أو أواصر مزدوجة درجة عدم التشبع بشكل كامل أو جزئي. نجي هسه نباوع للمركب. عندنا طريقتين للترقيم، يا إما جهة اليسار اللي هو باللون الأزرق أو جهة اليمين اللي هو باللون الأحمر. نشوف أنه سواء ترقيم باللون الأزرق أو الأحمر، بكل الحالات ذرة النيتروجين خذت رقم 1 وذرات المختزلة الكربون رقم 4 و5 خذوا 5 و4 أو 4 و5، ما يفرق شيء. لكن الفرق بالترقيم هذا، مجاميع المثل بالترقيم اللي جهة اليمين اللي هو باللون الأحمر راح يأخذون 2 و4، بينما الترقيم جهة اليسار اللي هو باللون الأزرق راح يأخذون 5 و7. فالأفضل يكون أرقامهم أقل مع مراعاة الأولوية السابقة. فشنو يصير عندنا اسم المركب؟ أول ما نبدي بالمعوضات خارج الحلقة، نبدي ب2 و4 دايمثل. ليش 2 و4؟ لأن جميع المثل موجودات بموقع رقم 2 وموقع رقم 4. أيضا دايمثل. ليش داي؟ لأن أكو عندنا مجموعتين مثل. خلصنا خارج الحلقة، وين نروح؟ قلنا أول ما نذكر بداخل الحلقة المجاميع المختزلة أو الذرات المختزلة. كم ذرة مختزلة عندنا بهاي الحلقة؟ عندنا 3. النيتروجين بموقع رقم 1 مختزلة،
والكربون 4 والكربون 5. إذا ثلاث ذرات عندنا مختزلة. مثل ما ذكرنا بالمحاضرة السابقة، إلى عندنا ثلاث ذرات لازم يصير داي هيدرو والH. الداي هيدرو ينذكر قبل الH، والداي هيدرو لازم قبل رقمين اللي هم يشيرون إلى مكان الذرات، مكانات الذرات المختزلة. فشنو راح يصير عندنا؟ 4-5 داي هيدرو. ليش؟ لأن ذرة الكربون رقم 4 وذرة الكربون رقم 5 هي ذرة مختزلة. بعدها داش عندنا 1H. شنو يقول لنا 1H؟ بأنه ذرة النيتروجين رقم 1 أيضا هي ذرة مختزلة. هسه خلصنا من الهيدرو، وين نروح؟ إلى البادئة مالت النيتروجين اللي هي الأيزت أيزي. خلصنا من البادئة مال النيتروجين، ننطلق إلى حلقة سباعية غير مشبعة اللي هي إيبين، EPINE. فيصير اسم المركب 2,4-dimethyl-4,5-dihydro-1H-acetone. هسه خلني نكمل ونرقم ونسمي المركب رقم 11. المركب رقم 11 بثلاث ذرات نيتروجين مختزلة، 1, 2, 3, 4, 5، لازم يبدي لنا بهالشكل هذا. هسه نجي نسمي الجزيء رقم 5. آسف، هسه نجي الجزيء رقم 11. نشوف إذا بدينا بهالاتجاه، 1, 2, 3, 4, 5، وإذا بدينا بالاتجاه الآخر 1, 2, 3, 4, 5. باللون الأحمر الأرقام للنيتروجينات تكون أقل، فإذا الأرقام التسمية اللي راح نعتمدها على الأرقام اللي باللون الأحمر. اسم المركب راح يصير عندنا ذرة نيتروجين، عندنا ذرة نيتروجين 1H. ليش قلنا 1H؟ لأنه ذرة النيتروجين رقم 1 هي ذرة مختزلة. هسه نرجع إلى مكانات ذرات النيتروجين 1 و2 و4. كم ذرة نيتروجين عندنا بالحلقة؟ 3، فلازم نقول تراي أي زد. الأي زد منين إجت؟ من بادئة النيتروجين. بعدها هي حلقة خماسية غير مشبعة. شلون عرفناها حلقة خماسية غير مشبعة؟ لأن حلقة خماسية وبها أواصر مزدوجة، فيصير تراي أزول. فاسم المركب يصير 1H-1 1, 2, 4 تنبز إلى أنه عنده ثلاث ذرات نيتروجين. ليش ثلاث ذرات نيتروجين؟ 3 موجودات بالحلقة. الأي زد المن ترمز إلى ذرة النيتروجين، بادية النيتروجين. أو ال إي ترمز إلى الحلقة الخماسية غير المشبعة. نرجع نسمي هذا المركب من جديد، ونشوف. أول شيء ترقيمنا يبدي باللون، ناخذ الترقيم اللي باللون الأحمر، لأن رائع أنه ذرات النيتروجين تكون أقل عدد، أقل أرقام ممكنة. نبدي بالبداية، ذرة النيتروجين رقم 1 هي الذرة المختزلة. قلنا بالترقيم نذكر المختزل داخل الحلقة، أول شيء المعوض خارج الحلقة، وبعدين داخل الحلقة المختزل، بعدين البادئة مات الهيتروأتوم، وبعدين اللاحقة اللي هي الشير إلى شو اسمه، إلى تشير إلى حجم الحلقة ودرجة التشبع. هسه إن شاء الله بنهاية المحاضرة راح أدي خطوات نتبعها، نعتمدها بالتسمية، أو إن شاء الله على المحاضرة الجاية نسوي محاضرة خاصة بس الخطوات المتبعة للتسمية بدون أمثلة، بس مجرد الخطوات المتبعة للتسمية. فيصير عندنا 1H. 1H شنو تقول لنا 1H؟ معناها ذرة النيتروجين رقم 1 هي الذرة المختزلة. عندنا ذرات النيتروجين موجودة بوقع 1 و
واثنين وأربعة، فيصير واحد اثنين أربعة ثلاث ذرات نيتروجين، فيصير تراي ذرة نيتروجين، فيصير البادية مالته أي زد، خماسية غير مشبعة أول، فيصير اسم المركب 1H 124 تراي أزول. خلي نكمل هنا أمثلة بعد. عندنا هذا المركب نفس المثال المشابه إلى اللي أخذناه من الساعة، إلى رقمنا باللون الأسود راح يصير الأكسجين إلى الأولوية 1 والكبريت بعده رقم 4. إذا رقمنا باللون الأحمر هنا بالحالتين ذرة الأكسجين خذت رقم 1 وذرة النيتروجين أو الكبريت خذت رقم 4. بس الفرق من صار الترقيم باللون الأحمر النيتروجين خذ 2 وباللون الأسود خذ رقم 6، فهو الأفضل أكيد من النيتروجين ياخذ 2 لأن احنا مراعين الأكسجين 1 والكبريت 4. شنو موجود عندي بالحلقة؟ موجود عندي الذرة الغير المتجانسة الأولى أكسجين بموقع رقم 1، الذرة الغير متجانسة بعدها بالأولوية الكبريت موجودة برقم 4، الذرة غير المتجانسة اللي بعدها النيتروجين موجود برقم 2. هسه خلصنا الأرقام، نبدي بالبادئة. أول ما نبدي بالبادئة مالت الأكسجين هي الـ OX، بعدها البادئة مالت الكبريت اللي هي THI OXA، آسف لأن وراها حرف صحيح THI، بعدها الAZ اللي هي البادئة مالت النيتروجين، آخر شيء نذكر اللاحقة اللي هي اللاحقة للحلقة السداسية المشبعة اللي هي شنو هي INANE. فيصير اسم المركب 142 أوكسا ثيا زينان، 142 أوكسا ثيا زينان. هسه نرجع نسمي المركب مرة ثانية، هذا المركب صار اسمه رقم 12 رقم 13 رقم 14 ورقم 15. هسه المركب رقم 12 قلنا إذا مشينا بالترقيم من الأكسجين للكبريت بالاتجاه اليمين الأكسجين راح ياخذ رقم 1 والكبريت راح ياخذ رقم 4، لكن النيتروجين راح يكون رقم 2. لو مشينا جهة اليسار الأكسجين يبقى 1 والكبريت يبقى رقم 4 لكن النيتروجين يصير رقم 6، فهو الأفضل النيتروجين 2 أو 4، أكيد النيتروجين رقم 2. فشن نذكر بالتسمية؟ حسب الأولوية، أول رقم يشير إلى أعلى ذرة بالأولوية اللي هي الأكسجين، فإذا ذرة الأكسجين رقم 1 لازم نذكرها بالبداية، بعدها بالأولوية الكبريت، وين موجود الكبريت؟ بموقع رقم 4، فيصير 1-4، بعدها بالأولوية النيتروجين، وين موجود النيتروجين؟ موجود بموقع رقم 2. هسه كملنا الأرقام، نبدي نذكر البادئة، يا بادئة نذكرها بالبداية، حسب الأولوية قاعدة ثابتة، الأوكسا، ليش قلنا أوكسا؟ ما قلنا أوكس، لأن بعدها حرف تي اللي هو حرف صحيح، فنذكر الأوكسا اللي هي البادئة اللي تشير إلى ذرة الأكسجين، بعدها بالأولوية الكبريت، شنو البادئة مالت الكبريت؟ ثايا، بس ما نقول ثايا، ثاي، ليش؟ لأنه بعدها البادئة مالت النيتروجين اللي هي الأيزا تبدي بحرف أي، فلازم ينحذف الأي بنهاية الثايا، فيصير أيزي. خلصنا من البادئة، بس نذكر اللاحقة اللي هي تشير إلى حجم الحلقة ودرجة تشبعها. هنا عندنا الحلقة سداسية مشبعة بشكل كامل، فيصير إينان، اسم المركب يصير 142 أوكسا ثيا زينان. خلينا نسمي المركب رقم 13. مركب رقم 13 يحوي على ذرات نيتروجين 1 2 3 4 5، بأي طريقة الرقم هم راح يصيرون 1 3 5.
باعتبار أنه كلهم بيناتهم ذرة كربون. هذه الحلقة سداسية غير مشبعة. شون عرفناها سداسية غير مشبعة؟ لأن بيها ذرات بيها أواصر مزدوجة. هسا أول ما نبدي ما عندنا معوض خارج الحلقة، ما عندنا ذرات مختزلة داخل الحلقة، إذا رأسا نبدي بذكر أرقام مواقع الذرات غير المتجانسة. الذرة الأولى موجودة بواحد، الذرة الثانية موجودة بثلاثة، الذرة الثالثة موجودة بخمسة. كم ذرة؟ هم كلهم متكررات، هي هنا تجري نفسها متكررة أكثر من مرة. كم مرة متكررة؟ ثلاث مرات، فلازم نقول تراي. شنو البادي أمات النيتروجين؟ أي زي. شنو اللاحقة اللي هي تشير إلى حلقة سداسية غير مشبعة؟ I N E. فيصير اسم المركب 1,3,5-triazine. نرجع هسه نسميه مرة ثانية وعلى كيفنا. هذا المركب رقم 13 ما بي معوض خارج الحلقة، وأيضا نفس الوقت ما بي ذرات مختزلة. شلون عرفنا ما بي ذرات مختزلة؟ لأن كل الذرات داخل الحلقة مرتبطة بآسرة مزدوجة. طيب، إذا هسه رأسا ننطلق نتجه إلى مكانات وأسماء الذرات الهيترو أتوم. وين مكانات الهيترو أتوم؟ حسب الترقيم اللي بدينا به، واحد الأولى موجودة برقم واحد، الثانية بثلاثة، والثالثة برقم خمسة. كلهم نفس الذرة، فش نقول تراي معناها ثلاث ذرات نيتروجين. تراي إز أيزي. ليش أيزي؟ لأنهم نيتروجين بعد إت أيزي. وراها أي إن إي. ليش؟ لأن عندنا حلقة سداسية غير مشبعة، فيصير اسم المركب 1,3,5-triazine. خلينا نجي هنا إلى المركب رقم 14. ترقيمنا لازم يبدي من الكبريت باتجاه النيتروجين. ليش؟ لأن الأولوية للكبريت وبعد النيتروجين، ما لنا علاقة بالمعوضات خارج الحلقة. قلنا بالتسمية أول ما نبدي بالمعوضات خارج الحلقة. شنو عندنا معوض خارج الحلقة؟ مثل وين موجودة؟ بموقع رقم 14. فش نقول 4-methyl-1,3. ليش قلنا 1,3؟ لأن الذرة اللي لها الأولوية الأعلى كبريت موجودة بموقع رقم واحد، والأولوية اللي بعدها للنيتروجين موجودة برقم ثلاثة، فيصير 1,3. شنو عندنا البادية مالت الكبريت؟ THI. شنو البادية مالت النيتروجين؟ AZ. شنو اللاحقة اللي تشير إلى حجم الحلقة ودرجة تشبعها؟ OLE، لأنه حلقة خماسية غير مشبعة. شلون عرفناها حلقة خماسية؟ لأن بيها خمس ذرات. شلون عرفناها غير مشبعة؟ لأن بيها بيها أواصر مزدوجة. هنا واحد يقول الدكتور هسه احنا الكبريت هنا هي غير مشبعة. قلنا حسب ما ذكرنا من ساعة، حسب القاعدة، ذرة الكبريت أقصى ما يكون تأخذ آسرتين، فما نحتاج أنه نذكر أنه هي مشبعة أو غير مشبعة. هسا نرجع نسمي المركب مرة ثانية. الأولوية بالترقيم لذرة الكبريت باعتبار إلها الأولوية الأعلى بهذا المركب بالذات. ننطلق باتجاه النيتروجين، النيتروجين راح يصير رقم 3 والمثل يصير بموقع رقم 4. أول ما نذكر المعوض خارج الحلقة، بعده الهيدرو، بعده البادي أمات الهيترو أتوم، وبعدها البادئة، وبعدها البادئة مع حسب الأولوية، أول بادئة مع الأعلى أولوية، بعدها البادئة مع الأولوية الأدنى وهكذا. وبعدها نذكر
اللي يشير الى حجم الحلقه ودرجه تشبعها، فيصير اسم المركب هنا عندنا المثل موجود بموقع رقم 4 فيصير 4 مثل. بعدها ما عندنا هيدرو، لا سنقفز الى الهيدرو اتوم. شنو عندنا الهيدرو اتوم؟ وحده موجوده بموقع رقم 1 وحده موجوده بموقع رقم 3، فيصير اسم المركب 1,3-thiazole. اخر شيء بهاي المحاضره اليوم انه راح نسمي المركب رقم 15. ال 15 عباره عن حلقه سداسيه مشبعه، فيصير اللاحقه مالته INANE. شنو عندنا موجود؟ 1,2,3,4,5,6. الترقيم ما راح يتغير لانه كل الحالات راح يصير 1,3,5، فيصير اسم المركب 1,3,5 تراي. شنو البادي مالت النيتروجين؟ AZ. شنو اللاحقة مال الحلقة السداسية المشبعة؟ INANE. فيصير اسم المركب 1,3,5-triazinan. واحد هنا يسأل يقول ليش احنا هسه هاي عندنا النيتروجين مشبعة والنيتروجين مشبعة؟ اقول له ما نحتاج، لان هاي اللاحقة تشير الى انه المركب يكون مشبع بشكل تام، ما بي اي عاصرة مزدوجة. اللي هنا ان شاء الله نهينا المحاضرة. ان شاء الله المحاضرة الجاية راح نروح الى القواعد العامة للتسمية.